بكم في فيديو جديد. اليوم جبت لكم وصفة سهلة واقتصادية وما تاخدش الوقت، واللي هي وصفة الرز باللوبيا الخضراء. نحتاج لتحضير هذه الوصفة كاس رز مفور، شللته في الماء وصفيته. عنا كاس لوبيا خضراء قصيتها كي من هكذا، 100 غرام لحم مفروم، وعنا نصف صدر الدجاج. نصف صدر الدجاج هذا طيبته، في قليته في شويه بصل، ملح، فلفل اسود، ملعقه زيت، وعود قرفه، وعود قرنفل، وحبه هيل. كي طاب الدجاج تاعنا فتتناه شويه يكون كبير ما يكونش صغير، والمرق تاعو باش نطيبوا به الوصفه، وملح وفلفل اسود. نبداو نجيبو الكسرونة راح نطيبو فيها على النار، نحطو الرز تاعنا، مية غرام لحم، لازم نخلط بيدي هكذا الرز واللحم حتى ينسجموا. نضيفوا ملح، ما نكثروش الملح لان الدجاج تاعنا راهو طيب، مرق الدجاج فيه الملح، فلفل اسود، ونحرك المكونات. بعد ما ينسجم اللحم والرز نضيفه الدجاج، نضيفه اللوبيا. هنا في هذه المرحلة ما نكثروش التحريك، نسوه الرز تاعنا والمكونات. هذا الشكل اللي نتحصلوا عليه بعد ما نخلطوا المكونات. في هذه المرحله نجيبوا صحن عادي كما راكم تشوفوا، نغطي هكذا، ونجيب لاصوص تاعي نحركوه فقط، الان كم ملاحظه فقط، نحن اكتفينا بهذه الكمية تاع لاصوص ما ضفناهاش كامل. نغطوه على نار هادية يطيب، وين نشوفوه نقص لاصوص ومازال ما طابش نضيفولو حتى يطيب. كي يطيب نزيدولو الفرماج رابي والفرماج طري. انا نخليه يطيب ونعاود نرجع نوريكم في شكله النهائي كيف يكون. الطبق تاعنا روجد بعد ما نكمل طيابو. كنا دنينا له الفرماج، حطيته في هذا المول، واخترت هذه الطريقه في التزيين. هذا الطبق يتقدم، تحبوا تقدموه مع دجاج مشوي محمر في الكوشه كيما حبيتوا. ما عليكم غير تجربوا وصفتنا وتقولنا رايكم في لي كومونتير.